هرسنا البطاطا وحطينا معاها شوية حليب وكريمة وأعشاب، نفس الأعشاب اللي استخدمناها، وكنت حاطة على طرف مقلاية فيها 50 جرام من الزبدة، قليت فيهم الثوم والشطة المجروشة، أضفتهم للبطاطا المهروسة، وزعناها بأطباق الفرن وأضفنا جبنة الأشقوان على الوش. صحة وعافية على قلب اللي بده يجربها. أول إشي بدنا 50 جرام من الزبدة، ملح وفلفل، حبتين ثوم وشطة مجروشة. بدنا نص كوب ريحان زعتر وبقدونس زي ما حكينا لأنه رح نحط الأعشاب. بدنا كوب حليب، نص كوب كريمة وجبنة أشقوان. ومكتوب بالبطاطا ولا مش مكتوب كان بطاطا؟ أكيد بدنا 6 حبات بطاطا مهروسة. طيب هلأ بالنسبة للبطاطا، هون أنا سالقتها عادي ومقشرة وهرستها هرس، تمام؟ تمام. هلأ كيف نعطيها هذا الطعم الزاكي؟ هون أنا مدوبة 50 جرام من زبدة المراعي، أكيد رح أضيف لهم التوم. فإذن خليني بس أحمي عليهم النار شوي، بدي التوم يتقلى شوي بالزبدة، بدي ياخد من نكهة الزبدة اللي عنا. خلينا نجيب معلقة تانية. ونحركهم مع بعض عشان بعدين نكمل باقي المقادير. فإذا هون عندنا زبدة 50 جرام مع تقريبا 3-4 أسنان من الثوم حسب ما أنتم بتحبوا. هون عندي البطاطا المهروسة، أضفت لها بس ملح شوي، رح أرجع أزيد شوية ملح زيادة وشوية فلفل أسود لأنه البطاطا طبعا بتتحمل ملح. هون عندي البطاطا المهروسة. إيه هذا اللايف تبع بدنا نحط شوية ملح، حطينا فلفل، بدنا نحط تقريبا كوب من الحليب وأكيد الكريمة. أخلطوا بين الحليب والكريمة كتير بتطلع أسكى، يا ما تحطوا بس حليب. هلأ بعد ما نحرك هاي المقادير شوي هيك مع بعض وتبدأ تتجانس معانا، ما تحسوا الحليب كتير، كله هلأ رح يتشربوا، تتشربوا البطاطا اللي عنا بهاي الطريقة زي ما أنتوا شايفين. سلام. شايف؟ السلام. وهلأ هاي الزبدة بلشت تحمى عنا عشان يتقلى معانا التوم، رح أضيف لهم كمان شوية شطة مجروشة كتير بطلع زاكي، وهذا كله رح نضيفه هون سمير. أوكي؟ يا سلام. التوم والزبدة والشطة. أنا خلنا أكمل نقرشة من هون. كمل. هلأ عشان أنا أنكه البطاطا اللي عندي بدي أحط البقدونس وبدي أحط الزعتر وبدي أحط الريحان زي ما انتم شايفين، ورق كله صغير عشان يعطي نكهة الأعشاب اللي بدنا إياها بهاي الوصفة. شوف هاي مهمة، هلأ بلشت تحمى معانا، رح أنزل الزبدة مع كل هاي الأشياء الزاكية على البطاطا. نخلط منيح، شوفوا كيف بتصير كريمية. هاي صارت عنا جاهزة، شايفين ما أحلاها؟ شوفوا قديش ناعم البطاطا هيك بتطلع معنا كمان مع الزبدة. هلأ رح أوزعها على صحن، رح أحطها بطبق للفرن وأوزع عليها الجبنة. تمام. بس. طيب. وأنا مختارة جبنة الأشقوان لأنها بتلبق كتير، ممكن كمان نحط تشيدر. تمام. يلا. طيب هلا انا هيك وزعت البطاطا زي ما انتم شايفين، هاي الاعشاب والشطه وكله مبين، بس بنحاول هيك شوي نعطيها سطح مستوي من فوق. وهلا رح اوزع عليها الجبنه، طبعا بتقدروا بدون ما تدخلوها على الفرن بس كتير اسكى لما بتدخلها. أيوة غرقيها غرقيها جبنه. اه ولا اسمع بس ذكريني، انت بالخلطه نفسها في جبنه ولا بس هاي اللي فوق؟ إيه لا فيها زبده وكريمه. حرام عليك حرام عليك يا مفتري. فخلص هيك صارت الوصفة جاهزة، بتدخل على فرن حرارته 180 درجة تقريبا بس 10 دقائق لأنه كل إشي فيها مستوي.